نستكمل، واليوم عندنا كم موضوع نبغى نفنش عليه قبل نفنش اللعبة. طبعا النهاية الأولى، تعرفوني أنا أحب أحلب الألعاب الحلب، هذه بتنعاد أكثر من مرة، يعني يكفيها نهايتين. إلدن رينج طويلة جدا، فقبل ننهي خلونا نربط بعض الربطات المفتحة، نربطها مظبوط ونشوف من في هنا ومن في هنا. في هذا الأخ قاعد أعطيه رقصات البلود فارق. من في كمان قاعدين يعزون أصحابهم عند القبور، نعزي معاكم، خليك تلحقوا أصلا، خليك تلحقوا، جوك جوك زعلانين زعلانين. لا شوف الغشاش عبى دمه، تقول انه سليم. الأول هذا الهامور يروح، بعدين الباقي نتفاهم معاهم. روح يا ابني، من في كمان إنه الشكك. قصلي قصلي، لا جاب يعالج الكلب، لازم ما نترك له مجال. ديلو طيب، مين في هنا كمان؟ شكلها في الضفة المقابلة، نروح نشوف الضفة المقابلة، نشوف الضفة المقابلة ايش فيه. قصر، وفي من ذول الجراد مدري كيف شكلهم، مشاكل ذولي مشاكل كفار والله، هم وبزورتهم. الأول بزر، حتى انتم تصلون عند القبور؟ درى عنين الكبير. وبي سليم صاير. حركات شو؟ حركات شوف القهر. شوف القهر. جوست معقولة ما دروا عنا؟ درى عني ها؟ ما في شيء، ما في شيء يا ابني، انت تتخيل مستحيل تزيد تضحك عليهم اذا شافوك. سوي شكاك قلع زورتك بعد، شيلهم
شيل البزورة معاك، نعبي دم على حسابهم. يا سيد يا سيد، التناحة كلها يعني هموم. لا يدرون عن أصحابك يا أخي، مصيبة ذاك طالع فينا. شوف تعالوا عمى، تعال تعال. شكله جاء وقت ستيلث، جايين يشيكون انه شكك. اذا يمديك تفتح الخريطة يعني ما حد داري عنك. هذا شك في شيء ورا الشجرة، شك. واللي يشك كثير. وين راح؟ اوه غدار. أدى بحياته؟ لا. ننزل لك ليش لا؟ أوه فيفا في العيال حكينا. سليم يا ثور. طيب هذا شكله كان قتال محنا قده ولا قده؟ ما احنا قده. نشوف هذه الضفة اذا نقدر نخلص عليها. هذه فيها بوس يقولون، بس بوس ولا كل البوسان؟ بوس شي يجيب الهم والغم. هنا لا، لا يفتح الباب. اوكي من وين؟ العيل قاعد عنده قرابة 10,000. غالي. كسر 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 كسر. ليش هذا عنده 1000؟ وين يودي هذا السرداب؟ المتجمد يا اخي ليش ما تحس يا اخي؟ يا اخي انا اكره شيء عندي يوم اضرب الواحد ويسوي يعني اني مو جايني شيء، يقعد يستمر في مقاتلتي يعني اني. هاي شوف لك، يجوز انهم ما شافوا رجال، شافوا سليم. كسر. حذف. ها حذف الحين مزبوط. اخي شوف كيف يا اخي يطيرون الهيبة. هذا اذا في هيبة اصلا. من انت يا مولانا؟ نبغى نصير زي كذا. طيب كيف ابغى كذا شخصية طول وعز مو سليم يا ناس. روح سورد. هذه ايتم اذا زي كذا شكلها فيها صفار يعني غالية. خلونا نشوف وش هي. نعم انها عشان تزبط لك السيف او اي سلاح للدرجة العاشرة.
أعطيني هذه ستون. هذا هو البوس اللي لا مستحيل. طيب هنا بس هنا هذا في هذا الخندق أو منجم. شوف ستون نسيتها لكن والله ما لي حيل أنزل. قاعدة وتدفي وكذا تدفي موت. ستونز والله ستونز عندهم كثير. تعرف منجم وكذا. ها من ورا نروح ولا احنا جينا من هنا؟ صحيح فلوسنا اللي سيناها عند العيال حدود 80,000. اخي ايش ذا الدامج كلها يا اخي. نستعمل معاكم رقصة السيف. ايش ذي القوة على 1000؟ شوفة النفس ذي. هذا كله الطريق وبعد في الأخير بوس. زودوها والله. مولانا حاكر الباب أكيد هو خرج. مولانا فرعون اللعين مشي. وش بو كذا اسود؟ ليش؟ لكن يضرب جدار وتنحرق في الشكل البشع. زيك يا سليم. يا عيني يا عيني. سميثينغ. جمعنا لنا سميثينغ ورحنا بالفعل. بعد هذا كله في بوس. حسبونك قاعد على بنك هيلث ولا شيء. الحركة اللعينة يدبلها. روح خش فيه. وش بك خرعت؟ شكله يخرع لكن روح. شوفوا يا اخي شوفوا بالله. هذا ميمك واحد يحتزم فيه. مرة يضرب ضربة قصيرة مرة طويلة. وش ذا الشكل؟ يهمني انا الاشكال. طراشة على عقربة على انسان على مدري وش ذا الذيل. وش ذا الصعوبة كلها؟ هذا المفروض يكون في فاينل بوس. انا اشوف شوف الاصياح المتخاذل. اهبط به اعطيه. روح انقلع فاشل. مستحيل. خلونا نشوف هذا العالم العفن. ما جبت شيء من راسي. مكتوب العفن يعني معفن يعني. هو فعلا شلالات قصدي. انت جيت طالع فعلا بديك تشوف الخياس على النبرات اعلى. يطلع الثور هنا. امشي امشي استفيد منك شويه.
يا عديم ال... الله يا شيخ، جيت بأودي بحياتي. ما هذا الجحر؟ دقيقة دقيقة، احنا قاعدين في علوم، وش ذا الجحر يا عيال؟ شكلي دخلت دخلة مقرفة يعني، انه النمل وبيض. سلام، خلينا نقتلكم. الواحد بخمسمية ليش؟ ضعفه يعني صراحة على قدهم. بس وش ذي الكورة يا عوه؟ شوف قديش في السقف قرف. نشوف ايش في وراهم. تعالي، كيف كذا خرجتي من بطن امك؟ حرفيا هذه الملكة شكلها قاعدة تولد. لا أريد أن أمسك هذا الشيء، لكن إيش اللي تك 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 تك؟ إيش تراك حبلة يعني؟ أي دقة؟ الوفاة بلا هياط. خلينا نخليك أنت في الأخير. راح نشوف إيش فيه هنا. هوهو، تجمع الحبالة يا اخي. قرف يا اخي، طالما انك انت منتبة الوحيدة. ايوه، ذوقي السيف. انفقعت، جوتها فلوس اوف كورس، يعني ايش بتعطوني؟ مولود هذا النمل. طيب هذا، ومين جا حط شمعة هنا وفانوس جاي يتفرج بذي الشكل؟ مين هذا الوسواس؟ سلام ستون، والله جيت عقر داركم وابغى اشوف ايش فيه. علاش متجمعين الملكات؟ ترى النمل ذولا اتوقع انهم اقوياء، لكن احنا جدا خطينا سليم. صار برو، علاش متجمعين يا نملات؟ شمعة فانوس، تك 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 تك. يا اخي قرف يا اخي، والله قرف، كمية القرف يا عيال. انا ما عندي، انا اكره هذه الحاجات. فجعتني عمى ان شاء الله. بس نبغى نشوف بس ايش فيه. لا تضاربون، تراها ما هي بلصالحكم المضاربة، ما هي بلصالحكم. اوه ضل الاثنين هنا هنا ورا ورا. ايوه شيل. وش بهذه هنا قاعدة لحالها؟ طيب شكله ما بقى الا الحبلات. نفقعكم، والله انه قرف. افقع افقع. انه الالم. يا الله يا ساتر. بس عندهم فلوس والله. هو هذا السيد، السيد الناري. فرقنا عند الشلالات هناك. ايش فيه يا ترى؟ هل بنندم؟ قالت الطينة ذولي المقرفين شيء يجيب الهم.
شلالات شلالات. احنا الحين وراء الشلال ها، بفتحة الله يستر. يودب يا اخي، ليش الدبابة قوية؟ ليش؟ شوف جو الملاقي في ظولي جو. يا حمار اطلع. طيب يا ايها الدب معليش يا اخي، شوف شوف عندهم حقد، يعني انهم من دقة واحدة يموتون. ماري معطيكم اللي تبغونه، موت ما في. عناد كذا عناد. هنا مين فيه؟ فارس مقطوع الرأس، حتى الحصان مقطوع الرأس. شو في الغرابة؟ كسر. نجي وراك لأنك ما تعرف تلف، وننهش فيك. غالين ذولي الواحد كم؟ 3500. غالين غالين. شوف كيف موزعين في كل محل. نطلع لهذا السيد يا اخي، انتم مش جابكم هنا يا اخي. ايوه هل كل ما قتلت انميز اكثر يقوى اللاعب؟ ما هذه؟ لا تقول لي الا والله هذه احلى عصاية سحر. عندك عصايات سحر كثير، هذه الافضل من بينهم. شكلنا نروح نشوف الفاينل بوس، يمكن نقدر نقتله الان. شوف كيف يبطئها عشان ما تنفع مع ال مع البتاع. ما نزلت لك رقصة السيف، انا اوريك كيف العلوم. يا ساتر ايوه. ديلو ديلو ايوه ديلو، لا تنطي مجال. حركة الكنافة. الميمك الثور ليش ما ليش ما يدوج بالحركات؟ هدي هدي خلاص مات، يعني اني ورينا شغلك ذحين. هذا احسن طريقة تروح وراه وتعطيه بالسيف. ما رحنا وراه ما رحنا وراه. يا ساتر. هو هو. اما هذا اما هذا بنقالي كبير يغطس ويطلع ويسبح وحاله، وعنده ماسح ضوئي.
ليش حاقد علينا يا أخي؟ ليش؟ احنا جايين نسوي اللي قالوا لنا عنه. ديلو ديلو يا أخي دوج يا أخي، هيا شوف الثور ذا الكذاب الكبير. اديله اوه خلص حقنا الجوز. جوز هو قادر جوز. صدق داخ. اديله في بطنه. بيك احنا اليوم هنا عندنا. يا الهي سرنا لحالنا. انه الالدن رينج يطلع لك يجيك من بعيد. اشرد كذا منه. ها وين راح؟ اوه انه الاحتراف يا حبيبي، لكن غلطة انه ما عندنا كاس زرقاء، كان عبيناها ما سويتها. فاغر اوكي انها النار. تشرد يطلق من بعيد. يا عيني على الطرب. شيء يجيب الكتاب. هذا هو الإلدن بيست، وحش إلدن. خلاص من ذا الحركة، أراك ما بتجيبني لويش. خش فيه، طلك الحد المانع، حرق. محشر اليوم. شوف الكلب يصطاد. نخش عليه واللي فيها. يا ثور يا سليم، ايش هذا؟ فجر علينا المجرات كلها. الشجرات هذه المرصوصة ورا هي يا عيني على الإلدن بيست وجمالك. حبي تفشخر. ها ترى هذا جوة الشجرة يعني. ما اسحب ضوئي. يا سليم من اول نقول لك روح. يا ثور يا اخي ذا الحركة ترفع الضغط، يعني اني ما يسمع ما يستجيب، يعني اني راعي الفايت. هو ما ودي اقول اهلين بالسفينة. انا قاعد ينزل علينا ذيك عينك عليه لا يسوي حركة بس من ورا ظهري. احيانا يسوي لك حركة من بعيد. طالق علينا المجرات. احرر واحرق. طالق علينا المجرات. خلينا نقعد ندرس حركاته. شوف الغدار من بعيد. شفته. عندنا لاعب يبغى يصير الدن لورد. والله ما تصير شيء.
يا فاشل. جت لك مرهبة الصفوف، جلادة سليم وكل الترنشت وكل الالدن بيست. لكن عاد ما بتوقفين بقوة الصيف البلود. اعطيها، لا تعطيها مجال، لا تعطيها مجال. ايوه كفو، قلنا لا تعطيها مجال. قلنا يا إلهي والله جيت بروح فيها. لا تنطيها مجال، لا تنطيها مجال. يو الهند، الهند قدرنا نشرد منها. كان على ما قد سوينا استامنا معاك يا عديم الفائدة. ما فات فيك؟ يجي لها دقة واحدة بس. يا الله مكرهني ذا الحركات. خشلي خشلي، شرد شرد. شوف سليم، شوف يعني اني حق الفايت يا ناس. شوف كيف يجي ويروح وينضرب. يا الله لا تنطيها مجال. نفس الشيء نفس الشيء. عبي عبي استامنتك يا ثور، عبي. يلا نفس الشيء سليم، خش فيها وفي غيابي. مات، جيني بنقتلها دوبه. لكن روح يا فاشل، ترى جينا بنقتلها دوب، ولكن الميمك يتقاعس واقف. كفو كفو، خش فيها. يا الله يا غبي، حلو دمه فوق النص. نقول ماتت ملين، وش بها ما تموت. تلاعب ضدي هذا واضح وصريح. شرد، عبي عبي. يلا خش فيها خش فيها، انتبه من الروك. خش فيها يا سليم، شاطر. ايش هادي ايش هادي؟ لا لا الخوف، لا الخوف. يو الهند كلها انت لحالك، عساك. ليش تسوين الهند دحين؟ عالي هنا عندي. لا تنطيها مجال، كفو. استامنا يا ناس. ما هذا؟ يو الوردة راح فيها سليم. سودع الملاعب. وراه وراه وراه. كفو. مو كفو. هدي اعصابك شويه علينا.
وش به فوق الوردة ذي؟ يلا مو لصالحنا هذه الحركة. خش فيها خش فيها. شوف الأهبل. شوفوا الأحول شوفوا. راح فيها طبعا متقاعس. انا نسيت هذه نسيتها كان استعملتها في فايت الدوب لحالنا انا والاخت. عبت خطها والدامج راح. ايوه خش فيها هاي شوف. شكله ما في امل لليوم. درسنا خططها وبس. يلا خلاص السلام عليكم.